هذا سائل يقول: جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنه قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، هل يقال بأن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل؟ لا، ما يقال هذا. بيّن الرسول: أنا الدهر أقلب الليل والنهار، هذا معنى أنا الدهر، أن الله يتصرف في الدهر وليس الدهر هو الذي يتصرف، فهو بيده الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه يقول: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وليس الدهر من أسماء الله. يذكر عن ابن حزم رحمه الله أنه يرى أنه من أسماء الله، لكن هذا غلط. نعم.